مش شباب، مش يعني الشباب صحيح بطل يقرا، ما بقاش عاوز يقرا وعاوز حاجات كلها كده يتلقاها بالعين وبالسمع وبتاع، فخلاص نديله من ده. انا شايفه انه شغال حلو قوي، أنا عشان بيحسس كده برضو سعيدة الناس بالحاجات اللي بالأدوار حصلت. الدراما الأخيرة، سواء فيلم الممر أو سينرجي وإنتاجها، سواء في الأفلام أو حتى في المسلسلات. والفيلم اللي اتعمل عن حرب كرموز إلى آخره، حقيقي محتاجين أكتر وأكتر، والواحد سعيد بحاجة زي كده. يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك في المسألة دي. إحنا في انتظار أستاذ يحيى وبطلنا أستاذ علي يدخلوا عشان نكمل الأمسية النهاردة، أمسية أبطال حرب النكسة وحرب الاستنزاف. والأول مرة إن يعني بجد حقيقي إن أسمع شهادة إن جنودنا كانوا في قلب الأراضي المحتلة وما كانش ناقصهم غير الأوامر عشان يقوموا بالدور المنوط بيهم. وساعتها لو كانوا ضربوا العمق في الوقت دون كانت الحرب مسارها اتغير، وكان كل الطيران اللي ابتدى يتحرك على المطارات المصرية كان هيرجع من هول انه عمقه الاستراتيجي بالضرب. فحقيقي يعني الواحد بيأسف انه كان في ساعتها في القيادة سيطرة عبد الحكيم عامل الله يرحمه، وان هو ما اتخذش القرار الحكيم في مقابل كل القرارات اللي جات له من القيادة السياسية، من جمال عبد الناصر ومن المخابرات سواء الحربية أو العامة. يعني للأسف خطأ فردي بيدفع ثمنه، تدفع ثمنه البلد كلها. والحمد لله إنه الرئيس جمال عبد الناصر قدر يتدارك الموقف ويسيطر على المسألة ويحدث الجيش ويبتدي حرب الاستنزاف فورا، وتبتدي الأمور تتصاعد بإعداد الجيش إلى وصلنا ليوم النصر مع الرئيس الراحل أيضا جمال عبد الناصر. أستاذ أيمن، يا ترى إيه الأخبار؟ أستاذ يحيى ما دخلش. أيوه أستاذ يحيى وصل، أهلاً. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. مع حضرتك المايك، بطلنا الهمام. نكمل. لا احنا كنا وقفنا لما كان المفروض ان الطيران المصري داخل على المطار. الطيران المصري بيطالع تقريباً، طالع من مطار راح مأمورية أو حاجة زي كده. ما حصلش تقييد ما حصلش للمدفعية. تقييد للمدفعية. المفروض اللي الطيران المصري لما يطلع من مكانه يقول المدفعية مقيدة، يقوم كل المدفعية ما تشتبكش معاه. كل المدفعية المصرية ما تشتبكش معاه. فتقريبا ما حدش قال المدفعية مقيدة. واحنا طبعا في حرب، فاشتبكوا معاه المواقع الدفاع الجوي واشتبكت معاه. وانا مشتبك معاه زي الناس اللي مشتبكة، عرفت ماسك الهدف ماشي معاه، بس ما بضربش. بس اسمح لي بس اقول حاجه برضو، دي معلومه يعني. هو سبحان الله بطلنا اول ما دخل اصلا الدفاع الجوي، هو طبعا كان داخل على غير رغبته، هو كان عايز يخش قوات خاصه يعني. ففي ضابط التقطه يعني، لمح في حاجه وبص في حاجه اسمها ايه يعني، أستاذ بلوم، احساس بالعمق اكتشفها فيه يعني. جربه على جهاز معين فلقى عنده الاحساس بالعمق، الاحساس بالعمق ونظره 6 على 6 شرم. فالحاجات دي كلها خلته بعد كده، في حد بيقول الصوت مش واضح، هل فعلا الصوت مش واضح؟ لا أنا شخصيا بالنسبة لي كويس. طيب يبقى ممكن يكون هو عنده مشكله او حاجه. تمام. الموضوع ده خلاه بعد كده يبقى عنده القدره لما اخد كمان الدوره او الفرقه بتاعت التمييز الجوي، اديته كمان على الفطره او على الموهبه الفطريه اللي عنده، اديته كمان يعني موهبه عمليه وعلميه. تمام؟ فاصبح بالنسبه له الموضوع ده بقى ايه؟ اكوموليتد، وكل ما يروح في مكان يستثمر الخبرات بتاعته يقدر بقى يميز الطيران، لدرجة ان هو يعتبر انذار مبكر في المكان اللي كان موجود فيه. تفضل يا بطل، معلش انا اسف لو كنت وحقيقي قاطعتك. حضرتك فخر لينا بجد. لا احنا كنا بنتكلم بنقول الطيران المصري الطيران المصري. يا فندم، الطيران بيقول لي يا ابني الناس كلها بتضرب، واحنا احنا الطيران احنا شايفين الطيران بعينين. اقول له يا فندم ده الطيران، ده الطيران ده تيو يا فندم، بتاعنا جاي بتاع المطار بتاع المنصوره قلت بيلوف يعني. يا فندم. يا فندم بيقول لي نضرب زي الناس ما بتضرب. قلت له اخر ما زهقت منه قلت له انت حر، كان ظابط احتياط، قلت له انت حر عايز تضرب اضرب، انا ببلغك ان الطيران ده مصري وانت تحمل المسؤوليه، عايز تضرب اضرب ماليش دعوه انا يا ابني. الناس كلها قلت له خلاص اتصل بالمقدم واقول له الطيران ده مصري، بقول له اللي انا بقول الحاجات الجهاز
فات النيران بيقول ان الطيران ده مصري. فاتصل قال له يا فندم بتاع قناه النيران بيقول ان الطيران ده مصري. قال له مصر ازاي والمدافع كلها بتضرب والمواقع كلها بتضرب. فطب استنى شويه استنى شويه فكره. راح متصل بالمطار قال له يا فندم ده احنا عمالين نصوت من الصبح وان الطيران يتقلب ويتعدل عشان يعرفوا من العلامه ان ده مصري وما يضربوش عليه، ما فيش فايده، الطيارين كلهم نزلوا، الطيارين كلهم نزلوا ليه كده؟ فين بقى؟ ما قال له خلاص ما تشتبكش، خليك مشتبك معاه كده على الفاضي كده زي ما انا مشتبك عادي ما تضربش. وبلغوا المواقع التانيه ان الطيران ده مصري، وجالنا شكر اخر النهار من القائد من قوات الدفاع الجوي محمد علي فهمي للموقع برضه، شاكرين للموقع 104 على انه حافظ على الطيران المصري. والحمد لله حضرتك كده بتفرسك قدرت تحمي طيراننا من ان هو ما يتصابش من اي مدفعيه، سواء اللي في موقعكم او المواقع مش الاخرى. دي بس، ده مش دي بس، ده مره كنا برضو في الجبهه هناك وكان في طيارتين، واحده واحده ميج 21 وواحده سخوي، عاملين عمليه وراجعين، عاملين عمليه وراجعين، ودول بقى الطيارين المصريين دول ما حدش يتكلم عليهم، ما حدش يقدر يتكلم عليهم بالكفاءه والروعه وكل حاجه. فهم دول بقى يعدوا من ورا الجبل، يعدوا من جنب الجبل، يعدوا من تحت الجبل، يعدوا من جنب الجبل، يعدوا من اي حته، راحوا معديين من الحته اللي هم بيخافوا، التانيين بيخافوا يعدوا عليها دي من جنبها كده، والتاني جاي يعدي من جنب ورا منه طاير وراه الطيران وعاوز الإسرائيلي اسرائيل وراهم. طاير ورا منه عاوز يضرب. فلما جه عند قال هخش بقى يخش بلده، راح ضارب صاروخ، راح الصاروخ ده ضرب في الجبل، وهو راح لابس في الجبل ورا منه، وهو لابس في الجبل ورا منه. ودي كان في شفتها جبل شفتها أتاح. انا التلسكوب بتاعي كان بيقرب المسافه 15 مره، وواحد تاني جه بيقرب المسافه 30 مره، وبيقرب لي المسافات قوي، بشوف الحاجه بحجمها، فكنت بشوف الحاجه بحجمها بقدر مسافه الهدف او بتاع، كنت بشوف انما تلسكوبين اللي على الجناب واحد واثنين اثنين وثلاثه دول بتوع بيقربوا 15 مره، قربوا المسافه الهدف 15 مره. الثاني بتاع التلسكوب بتاع تقدير المسافه ده في النص ده بيقرب المسافه 30 مره، بيخليك بتشوف الهدف وانت بتقربه، تحس تحط حس تحط العلامه عليه كده، العلامه بتاعت التقدير دي بتحطها على الهدف كده عشان ما يهربش. حقيقي حضرتك بتكشف لنا النهاردة في الأمسية دي روائع. يعني أخد من كلام حضرتك واحد، موقف السوفييت مننا والخبر السوفييت اللي كانوا متعنتين، اتنين المصريين والقوات المصرية اللي كانت في عمق الأراضي المحتلة وكانت ممكن تغير الواقع لولا أوامر مختلطة من القيادة العسكرية، وإنها ما سمعتش موقف القيادة السياسية وبعض التحذيرات اللي جات لها من المخابرات سواء العسكرية أو المدنية المخابرات العامة. كمان بطولات اللي حضرتك قمت بيها، البطولات اللي حضرتك قمت بيها وأنقذت بيها الطيران المصري من ضرب الدفاع المصري له، زي إن جنودنا وطيارينا على مهارة عالية أكتر من طيارين الإسرائيليين، وإن هم كانوا بيجوا بمحاذاة الجبال والإسرائيلي ما يقدرش يتفوق عليها قدام المهارة المصري، بالدليل إن هو اصطدم في الجبل وانفجر. فحقيقي الكم الحرجات اللي حضرتك بتقولها نادرا ما بنسمعها. احنا بنسمع إنه جيشنا قوي، إنه طيراننا كويس، بس نوعية البطولات اللي بهذا الشكل هو ما دورنا بنسمعها. كان الاستاذ احمد زايد اتكلم وقال ان الفتره اللي هي بتاعت حرب الاستنزاف، يعني بدايه من نكسه حرب الاستنزاف، نوعا ما فيها يعني نوع من انواع استفادة الضبابيه، يعني او يعني مش باينه قوي، مع ان اصلا اساس نصر اكتوبر فعلا حرب الاستنزاف، طيب ده وكسر حقيقي. حاجز الخوف بالاساس، ايوه كسر حاجز الخوف بالاساس كان حرب الاستنزاف. يعني احنا عبرنا القناه سواء بقى كان فدائيين او حتى قوات مجموعة 39 قتال، او حتى برضو مجموعات من كل الصعقة مجموعات او ضعوف من الجيش عادي، يعني كانوا بيعملوا عمليات نوعية وكانوا بيعدوا الناحية التانية لكسر حاجز الخوف. ومن شدة التدريبات كمان، يعني احنا وصلنا ان في حرب اكتوبر ناس كتير كنت بسجل معاهم بيقولوا لي ان حرب اكتوبر كانت اسهل من التدريب، يعني بالنسبة له هو بيعمل مشروع مشروع فعلا في حرب مشروع اكتوبر، تدريب. ما كانش فيه صعوبة. فعشان كده الاستنزاف فعلا هو الاب الشرعي لحرب اكتوبر. وبرضه الواحد يقول للأمانة، يعني بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف، ان جمال عبد الناصر يعتبر برضو هو المخطط، يعني زي ما مثلا الناس بتقول السادات صاحب قرار الحرب، هو قرار الحرب كان هيتاخد،
يعني ايام الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن عدم جاهزيه او استكمال الاستعدادات الجيش، هو اللي صح، بنى هو الجيش اللي هو اللي بنى الموضوع الجيش، شويه. هو اللي بنى الجيش. الحته دي برضو انا يعني انا مش عارف المجال هيتاح ان انا اتكلم فيها ولا لا. احنا مشكلتنا ان احنا ايه، لازم اللي فوق لازم نقول هو يعني مثلا حسني مبارك ما قالش على نفسه صاحب الضربه الجويه، بس اللي كانوا حوالين منه فضلوا يقولوا ايه، اول طلعه جويه فتحت باب الحريه، هو بطل ما حدش يقدر ينكر، تمام. لكن دايما المحيطين بيدوا ايه، يعني مثلا السادات صاحب قرار الحرب والسلام، طب ما احنا كان جمال عبد الناصر هو الاساس في الموضوع. اه ده قائد ودي مهمته ان هو يدي الامر لحاجه زي كده، سواء بقى كان قائد قوات جويه، قائد القوات المسلحه. الشاهد من الامر يعني اللي عايز اقوله ان احنا في بطولات كتير جدا جدا جدا، يعني طبعا انا يشرفنا البطل العالي محمد علي. اه يعني بالمناسبه كان في حد، كان في زياره من دوله عربيه، يعني البطل هياكد لي لبنان كان حد من لبنان كمال بيزور، جنبلاط، اه رئيس وزراء لبنان كمال جنبلاط، كان وفي بيزور الجبهه وحصل إغارة على المكان، وفي غارة تقريبا فعلا حصلت نفس في الإغارة الموقع اللي قصاد اللي الجبل. قصاد الجزيرة الخضراء. اه يعني جبل زي يعتبر برضه الخضر. في مكان في منطقة الأدب، كان في زيارة هناك. ولما البطل ميز طيارة من الطيارات هو ما كانش شايف الطيارة أصلا، يعني هو قال لهم شفتها على مسافات بعيدة لأن كنت بقى أنا الحمد لله راجل كويس الراجل الضيف ما شافش شفتها. الطيارة أصلا، بس سامع يعني قدومها يعني. أنا بقول له بهدف في اتجاه كذا، بقول للجماعة اللي معايا عشان هيطلعوا يشتبكوا مع الهدف. فقعد يبص على الاتجاهات، لما شاف الاتجاه وقعد يبص فين يا فين يا دي الطيارة، فين يا دي الطيارة، مش شايف، أنا مش شايفش طيارات يا ابني، فين؟ قلت له الطيارة قدامك، أنا مش أنا شايفها عادي، مش بنظارة ولا حاجة، شايفها عادي والطعم اشتبك معاها عادي. وبعدين ما ضربنا عليها، ما جت في الماء في الحدود بتاعتنا وضربنا عليها، بص لي كده قال لي والله صقر، صقر والله صقر، اللي معاه وقف معاه وافد على صقر الدفاع الجوي. طلعت عليا بقى من الاستنزاف لحد ما طلعت على لحد ما خلصت الجيش، صقر الدفاع الجوي. حقيقي تحية نستكمل طيب لصقر ولا الدفاع الجوي بجد، يعني أنا بضرب التحية لحضرتك، وأتمنى إن الكل يبقى فخور بحضرتك وبكل البطولات دي، ونتعلم إن كل واحد ممكن في مكانه بأمانة وبحب للبلد يعمل بطولات. يعني ردا على كلام حضرتك أستاذ يحيى، أنا بعتقد إن كل البلد قامت في كل الفترات بملحمة، سواء كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر او الرئيس الراحل محمد انور السادات او الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كل واحد في موقعه قام ببطوله. ومش هما بس، كل قاده الجيش بمهاراتهم وقيادتهم باسهاماتهم في شراء الاسلحه والتدريب، بكل الضباط وصف الاحتياط، بكل المجندين، بكل حتى قوات الاستبسال من المقاومه الشعبيه ومجموعات البدو، بدو سينا، حقيقي هي ملحمة البلد كلها شاركت فيها، وحقيقي هي انا فخر. عايز اقول، انا عايز اقول على حاجه تاني، معلش لو كنت قاطع حضرتك، انا عايز اقول على حاجه تاني برضو، ان من ضمن الابطال الاب والام في البيت، يعني من ضمن الابطال الاب والام في البيت، لان هم اللي كانوا بيدعموا ولادهم اللي على الجبهه او ولادهم اللي بيتطوعوا مثلا كفدائيين. وبعدين برضو كمان كان في ناس يعني اتنسوا، مش عارف بقى عمدا او سهوا، الصيادين اللي كانوا بينقلوا الفدائيين، واتاخد كمان منهم اكتر من العمليات. يعني الصياد ده يا اما كان بيشارك في العمليه بالفعل، يعني بيوصل للضفه الثانيه وبينزل يشارك معاهم بالفعل في زرع الالغام او عمل الكماين، او كان بعضهم بيتاثروا برضو. يعني انا سجلت مع صيادين اتاثروا، وفي صياد كان بيوصل بس، لكن حتى التوصيل لوحده كان فيه خطوره، لان طبعا انت معرض ان انت تحصل عطل في اللانش وتتكشف من جانب القوات العدوى ولا حاجه، وكانوا بيطلعوا عليهم لانشات ويأسروهم برضو، او بيطلع عليهم طيران ويضربهم. فالكلام ده هي كله كان موجود. اتلمح نرجع لكلام بس للبطل حضرتك محمد. بشكل بسيط لحكاية دور الصيادين في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وهو راجع يعني من الأرض المحتلة ومن غزة، وركب مركب الصيد عشان يرجع تاني للوطن. ده ملمح بسيط، بس للأسف مين فينا بيركز عن حاجة زي كده؟ فبشكر حضرتك أستاذ يحيى. أنا بطلب يعني ليا طلب اتفضل. من الرئيس أو من السادة المسؤولين أو القادة أو بتاع الناس اللي هي حرب في أكتوبر دي، ما ينسوهاش. إحنا على استعداد تاني دلوقتي نشيل سلاح، أنا واحد من الناس بطلب إن هم يدربونا على السلاح الجديد عشان لو حصل حاجة نقدر
الخراب اللي في الدنيا ده كله نقدر نقاوم على ندافع عن بلدنا. يعني هو طبعا روح جميلة طبعا. والله مش لا والله 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 على كامل الاستعداد دلوقتي، لا انا عندي وانا انا 74 عارف، سنه انا وبرضه عارف ومقدر شعور حضرتك جدا، لانه انا لا عني شخصيا رغم ان انا ما دخلتش الجيش، كل يوم بتمنى انه اقدر اتطوع رغم سني، انا سني 45 سنه، بتمنى في اي وقت البلد يحتاجني اتطوع بإذن واشيل سلاح، وحتى لو كمان يعني الواحد يقدم حياته فدا الوطن والاهل. بجد انا حاسس بمشاعر حضرتك ومقدرها. اتفضل، احنا حابين نسمع اكتر واكتر، اتفضل. ربنا كان نازع الخوف من قلوبنا، كان ما فيش ما كانش في حد يخاف يقول الرصاصه دي هتيجي فيا ولا الخوف منزوع، ما تعرفش حاجه اسمها خوف. ماشي انا رحت جبت طيار وانا معاه طيارته، ورحت انا واثنين زمايلي، رحنا ضرب علينا نار وما استخبيناش منه، فضلنا ماشيين في اتجاهه، ولما رحنا جبناه من الميه طيار اسرائيلي، بس في الاخر بنكلمه وبتاع، قال انا فلسطيني سيبوني حرام عليكم انا فلسطيني، لما قال انا فلسطيني ضربته زياده، والله دلقت عليه براد ميه، والله دلقت عليه براد ميه سخنه بتغلي. تعذبه. عرفت ان هو اسرائيلي بقى. لما عرفت ان هو فلسطيني ما بيقول لي انا فلسطيني، طب انت فلسطيني بتعمل ليه كده فينا؟ بقول له تعمل ليه كده فينا؟ انت مش احنا بندافع لا عن هو قضيتك، تعمل فينا ليه ممكن كده؟ يكون بس بيتكلم شامي كويس، يعني ممكن يكون اسرائيلي بس بيتكلم شامي كويس. ودم مني البراد بتاع الميه بيغلي، رحت جاي نصيبه بقى. والله طيب انا هستأذنك بس عشان ايه برضو يعني اتكلم معاه لا لا حضرتك تجمل، لان انا عارف ان الناس مستمتعة بسرد حضرتك. مش عارف هو ليه احنا طبعا حضرتك عايز تقول على حاجة؟ العكس، ده احنا منتظرين، ده حضرتك حابين نسمع اكتر واكتر، اتفضل. ربنا يخليك. طيب احنا ممكن نكمل بعد ما طلعتوا من المنصورة، رحتوا على جميل، طب رحنا على وصلنا الجميل، وصلنا بورسعيد. جميل في بورسعيد طب ما قبل ما كناش نعرف ناخد احنا رايحين فين. النقطة دي بعد اذن حضرتك، يبدو ان استاذة عبير عندها تساؤل، اتفضل يا استاذة عبير. تحت أمرك. والله انا بشكر البطل، بشكر الاستاذ يحيى، انا برضو كان والدي شارك في حرب اكتوبر، انا يعني بابا دايما كان بيقعد يحكي حكايات كتير قوي قوي، انا يعني انا بقول يعني فين الكلام ده كله، فين انا الحاجات دي كلها يا بابا؟ طب بيقول لي احنا كنا بنكتب الحاجات دي في التشاكيل والكلام ده. بس انا حقيقي بشكر حضرتك. انا بس عندي سؤالين. السؤال الاولاني، معنويات الجندي من فترة النكسة لحتى الاستنزاف، الجندي بقى العادي اللي هو معلومات الجندي في فترة النكسة صفر، فترة النكسة تفرقة. احنا طورناها ازاي يعني من النكسة للاستنزاف، طورناها ازاي ان طورناها هو يبقى بتطوير ذاتي، تطوير ذاتي بقى مننا فينا، كل واحد من نفسه كده. تمام؟ هعمل ويؤمن نفسه ان هو هيعمل عشان يرفع من مستواه من معنوياته. يعني يا استاذ لكن علي ما كانش فيه اي نوع من الشحن المعنوي من إدارة الجيش؟ طبيعي كان في التوجيه المعنوي. في توجيه معنوي، بس التوجيه المعنوي كان بيبعتوا لنا مشايخ وبتاع وبيقعدوا يتكلموا معانا وحاجات زي كده. بس في فترة النكسة، ما احنا كناش في الجيش في فترة النكسة، ما كانش الجيش اللي معنا هي بعد الفترة يعني بطلنا اللي دخل قبل ما الجيش حضرتك تنضم. أنا بس عايز ألفت دخلت في الانتباه. 2 69 أنا بس بعد عايز النكسة. ألفت الانتباه لحاجة معينة، العلاقة ما بين الجندي والضابط قبل النكسة كانت حاجة وبعد النكسة بقت حاجة تاني. يعني بعد النكسة بقت العلاقة أكثر صداقة أكثر قربا. كان زمان قبل النكسة الضابط بيبقى موجود في مكان والجنود موجودين في مكان تاني، يعني الجنود موجودين فعلا على الخط الأول والضابط موجود في خطوط خلفية أو بعيد عنهم. في المعركة كلنا بناخد أكل واحد لكن وشغل بعد واحد. بعد النكسة لا، الموضوع بقى فيه تقارب أكتر، بقى فريندلي أكتر، بلاش فريندلي يعني، الموضوع بقى فيه يعني إيه نوعا ما إنسانية تآلف و أكتر. يعني بقى الموضوع فيه بقى مور كلوزد، بقى قريبين من بعض. الضابط حاسس بالمجند وكأنه أخوه، والمجند حاسس بالضابط وكأنه أخوه. أخوات أخوات أنا أفتكر كويس جدا، أنا آسف لو كنت بضحك، أفتكر إن كان في بطل من أبطال التجهيزات الفنية بالنسبة للقوات الجوية كان بيعلق الصواريخ على الطيارات. هو ده دوره، يعني بتيجي الطيارة بيجهز الصاروخ، كان بيقول لي أنا بركب الصاروخ وبدعي للطيار بالتوفيق وكأنه ابني، مع إنه في السن ممكن يبقى زيه
بس بيقول ان انا عايز الطياره يروح ويرجع، كنت ازعل جدا لو الطياره طلعت ما ركبتش. فانا اقصد ان يعني اللي يوصل حد للعلاقه دي خايف عليه، مع انه هو اصلا عارف انه طالع في مهمه حربيه وهو مديله صاروخ عشان يطلع يضربه يا عالم يرجع ولا ما يرجعش. فالشاهد في اكتر من سلاح واكتر من مكان، كان الضابط دايما دوره يعني ان هو ايه، يبقى اب او اخ للجنود، والجنود كمان بيتعاملوا معاه يعني ما فيش حته ان ده ليفل اعلى او ده رانك اعلى رتبه اعلى، لا كان الموضوع مجرد احنا بنحارب مع بعض، كل واحد فينا عباره عن ترس، ممكن يكون ترس صغير ترس كبير، كانت الدنيا تمام ماشيه كده. أستاذ عبير، أنا عندي بعتذر سؤال لك تاني. تكملي سؤالك وتعليقاتك، تفضلي. تمام، عندي سؤال تاني عن تنافس الجنود في اصطياد الطيارات. يعني أنا سمعت من حضرتك إن تنافس في موقع تاني هيصطاد الطيارة دي، إحنا نلحق نصطادها. طيب أنتوا بتتنافسوا إزاي؟ يعني وعارفين مثلا الجندي انا مين ده كذا المواقع، رقم؟ جنب بعض بتوع الدفاع الجوي، في مواقع احجام، في موقع كبير 100 مللي، في موقع 75 مللي، في موقع 12 و7، في مواقع احجام المدافع كلها. ف انا بصاده وهو بعيد، انا بصاده على 12 800 متر، 12 كيلو 800 متر، بعد مني بيصطادوا على 6 7 كيلو، وبعد مني بيصطادوا على 4 كيلو، حسب عيار على المدفع. حسب عيار المدفع اللي بنشتغل عليه. مش كل المدافعيه او مش كل المدافع بتوصل في مسافه واحده. فانا بقى، بقول انا اولى بيه، اللي جاي لي من بعيد ده انا اولى بيه. بتراهن عليه مع المواقع زي ده اللي حجمها قد. فانا لما انا مواقع، 16 طياره، وغير واحده ثاني مؤهب برشاش لوحدي، فدي وكنت مستني. قالوا لي ما خفتش لما بيسالوني، بيقولوا لي ما خفتش ان الطيار يرجع لك تاني، قلت لهم والله العظيم كنت مستنيه يرجع تاني، بس هو ربنا كرمه لما اتصاب وراح انفجر بعيد عني ما جاش تاني، ودي كان كرم من عند ربنا. فاحنا الحمد لله. بنتنافس مين اللي اشتبك الاول، مين اللي وقع الاول. 16 طياره من جميع الماركات بتاعتهم، فيهم فانت العفريت اللي كانوا بيقولوا عليه. نكمل هل يا في استاذ حد يحيى. عنده أسئلة تانية؟ لا لا، في حد عنده أسئلة تانية أو حاجة؟ يعني طيب ممكن الحضور الكريم في اي حد عنده اي سؤال او تعليق قبل ما السلام بطلنا يواصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام السلام يا عليكم، استاذ اسامه. انا الدكتور اسامه، استشاري الاشعه حضرتك. اهلا يا انا دكتور بس اسامه. اهلا وسهلا حضرتك. انا بس عايز يعني الاجيال الجديده اللي حضرتك طالعه ما عندهاش فكره عن اللي حصل في الهزيمه بتاعت 67، ولا الاستنزاف، ولا حضرتك ال 73. ولما بسال الاولاد عندي ما يعرفوش اي حاجه. هل من وسيله ان يتعمل لهم زي دورات تثقيفيه في المدارس في الجامعات عشان يعرفوا الكلام دون، ولا ده صعب؟ او مجالس يقوموا مهم. برحلات مثلا للاماكن اللي حصلت فيها الاحداث دي في على قناه السويس. والأبطال يا كنت فندم، شاكر قوي، انا كنت شاكر قوي. زيارة الأبطال للمدارس وللشباب، زيارة الأبطال للمدارس وللشباب وتتعمل لهم دورات تثقيفية خصوصا في الصيف، تفضل حضرتك ازاي؟ هل ده ممكن ولا ده صعب؟ يعني صعب يا فندم. هو بيتم بشكل او باخر بالنسبه لنا كمجموعه 73. يعني احنا واخدين اكتر من محور، محور الدورات والندوات في المدارس والجامعات، بس ده طبعا بيبقى بناء على طلب المدرسه او الجامعه. يعني احنا ما بنفرضش نفسنا، يعني ما ينفعش نقول لحد احنا جايين عندكم نعمل ندوه او محاضره، احنا نتمنى طبعا، بس طبعا يعني لازم يكون متوجه لنا دعوه من المدرسه او من الجامعه. طبعا عميد الجامعه او مدير المدرسه او مديره المدرسه المتنبئه لاهميه الموضوع ده هي اللي بتبتدي. يعني احنا رحنا، انا بنفسي رحت مدارس دوليه كتير ومدارس خاصه كتير، في لان انا ماسك اقليم القناه كله، رحت اكتر من مدرسه في اقليم القناه في بورسعيد والسويس واسماعيليه. رحت جامعات برضه في السويس واسماعيليه وبورسعيد عشان يبقى معايا ابطال برضه بيتكلموا في الندوات، حاجه تشبه برضه المحفل الجميل اللي احنا فيه دلوقتي. دور تاني بنعمله اللي هو توصيل القصص بشكل الفيديوهات من بوق برضو. أبطالها، من بوق العملوه. يعني احنا عندنا قناتين لليوتيوب، قناة أساسية وقناة احتياطية. طبعا عملنا القناة الاحتياطية بعد ما اليوتيوب كان قفل لنا وحجب القناة الأساسية، فعملنا الاحتياطية. طبعا كده كده احنا محتوانا سواء في الأساسية ولا الاحتياطية اليوتيوب ضده، ولكن احنا بنحاول بقدر المستطاع يعني ما نحطش الكلمات أو الحاجات اللي هم بيحظروا عليها القناة، ودي وسيله برضو للتخاطب. يعني اي ولي امر عايز ينمي المعرفه
العسكريه التاريخيه او التاريخيه بس حتى، واخده الشق العسكري لاولاده عن طريق الفيديوهات دي، متاح عندنا الجروب بتاع المجموعه 73 مؤرخين على الفيسبوك. لو اي حد عايز يقرا قصص الابطال وكلمة الابطال بيكتبوا بنفسهم القصص والحاجات بيتعمل ايه؟ اللي مرت عليهم، برضو ده متاح. فده انا بتكلم، ده دورنا احنا كمجموعه 73. انا مشترك حضرتك في المجموعه 73 بقالي بتاع سنتين، والاستاذ احمد متشرف زايد مشكورا يعني ما مش مقصر معايا، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس مطلوب يعني حضرتك اكتر، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني البطل اللي قاعد جنب حضرتك ربنا يديله الصحه يا رب وطوله العمر، واخد بال حضرتك ازاي؟ ربنا يديك الصحه يا حضرتك وطول العمر. ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، مرور 49 سنه حضرتك، وغير الأبطال البطل في كتير. ابطال كتير، واخد بال حضرتك؟ لو ربنا يديهم الصحه يا رب وطوله العمر يا رب بحاجه النبي يا رب. فدول لما بيبقى مثلا يبقى لهم فيديوهات ويكلموا الشباب، واخد بال حضرتك ازاي؟ انتوا بتعملوا على اللي في فكرة وسعكم. احنا عملنا كمجموعة 73 مؤرخين مثلا مع بطل علي محمد علي اتنين بس مباشر قبل كده، بس يمكن حضرتك ما شفتوش، ده الكلام ده من سنين طويلة يعني، كان تقريبا 2010 او 2012 حاجة زي كده. وطبعا انا يعني الكلام ده ممكن يبقى اوف ريكورد، البطل علي محمد علي يعتبر اخ لوالدي لان كانوا من زمان جيران أصدقاء. وعارفين بعض واصدقاء من زمان جدا، ووالدي بطل ابطال حرب اكتوبر، فالاثنين تقريبا عاشوا حياه برضه ليها علاقه يعني، حتى المسار الوظيفي كان تقريبا مع بعض. واحنا نتشرف ف يعني انا اتشرف بيه حتى كوالد بغض النظر يعني، كمان يعني بيه جامد حضرتك، ربنا يديله الصحة يا رب. لا فعلا الابطال اللي زي البطل علي محمد علي كتير، ونتمنى انا فعلا يعني دي حاجه صادقه انا بقولها يعني، انا اتمنى ان انا اوصل لكل بطل في كل مصر، ويبقى عندي القدره اللوجستيه ان انا اتحرك لكل بطل واظهره بالشكل المناسب اللي يليق بيه يعني. انا بصراحه ممكن ابقى ايه رايح بكاميرا موبايل، الكاميرا مش هتقدر يعني، زي ما بنتكلم دلوقتي الكاميرا مش هتبقى زي الكاميرا مثلا البروفيشنال. انا مش عشان خاطر انا بدور على حاجه، البطل لازم يظهر بشكل يليق ببطولته، ويا سلام بقى لو انا رايح للبطل يعني عفوا يعني ومعايا هديه، لان دي حاجه يعني اقل حاجه اقدمها له. فالكلام ده كله محتاج انتقل لبطل لاسوان، انا عندي مشكله مثلا السويس اسماعيليه بورسعيد دمياط شمال وجنوب سيناء بروح لهم بالعافيه، لكن انا اتمنى اوصل لبطل في اسوان، اتمنى اوصل لبطل في يعني في مرسى مطروح، اتمنى اوصل لكل بطل في كل مصر. بس الظروف، لان احنا كمجموعه 73 احنا عملنا تطوعي، واي تحرك بالنسبه لنا ده تحرك يعتبر يعني على حسابك الخاص، تمام، مفيش جهه مموله، مفيش الكلام ده، مش بقوله عشان مثلا حاجه كده او كده، لا، بس انا يعني ده الواقع عشان الناس تبقى بس ايه متخيله الموضوع. لكن في جهات طبعا تقدر تدعم، او في جهات بلاش تدعم، في جهات تقدر تعمل الكلام ده بنفسها، ما اعرفش هم متاخرين ليه، او يعني او مش منتبهين للحته دي ليه، والمفروض ان يبقى في تحرك في الاتجاه ده، لان بصراحه يعني ابطال حرب اكتوبر كنز المفروض نستثمره بشكل قوي جدا، لان هم فعلا وقود لا ينتهي للاجيال اللي جايه يعني. جايز حضرتك بعض دلوقتي جايز بعض اللي في مراكز القرار مشغولين بأمور أخرى عشان كده مش مهتمين، وإحنا يعني في جروب آثار وحضارة مصرية وزي جروب 73 هدفنا وهو تطوعي هو مصر. عشان كده أنا بقول لحضرتك يا دكتور أسامة، مش بس القناة اللي على اليوتيوب بتاعت جروب 73، كمان في كم من الأفلام الجرافيك اللي معمولة على الحرب 73 اللي ممكن نوريها لأولادنا كانها زي افلام الكرتون و3 دي، حاجه جميله جدا ومحترمه ومشرفه قوي. اللي عملها وبعتقد دلوقتي انه شاب سويسي اسمه احمد امين، اللي عملها شاب سويسي اسمه احمد امين، وكنا تعاوننا مع بعض برضو، كان طلب مننا نعمل حاجه، كان السيناريو اللي كتبه برضو استاذ احمد زايد بالمناسبه، حاجه المنسي رفاعي، اتعمل فيلم كرتون، احمد زايد عمل السيناريو، واحمد امين هو اللي عمل نفذ الكرتون نفسه يعني، الجرافيك واتعمل الفيلم ده. طبعا هو عمل حاجات كتير احمد امين، بس انا اقصد ان فكره جميله جدا عشان تجذب كمان الشباب والنشء الصغير، لان الكرتون ممكن يستهويهم نوعا ما، وفعلا معركه الوعي معركه قائمه، ويعني وهتظل قائمه لغايه لما الدنيا تنتهي، فلازم دايما يبقى الوعي ده موجود. طبعا يعني انا عايز اقول حاجه، على الرغم من ان زمان ما كانش فيه التكنولوجيا ووسائل الوعي، الا ان ابطالنا كان عندهم وعي، مع ان الدنيا كانت مقفله عندهم، كان عندهم وعي عالي جدا، كان يقدر. الصوت قطع.
طب هو حضرتك مش عاملين رحلات مثلا بمناسبة أكتوبر مثلا، لمثلا زي تبت الشجرة أو عيون موسى أو كده؟ ده حضرتك بتسأل أستاذ يحيى ولا أسأل حضرتك والأستاذ يحيى. لا، احنا بالنسبة لنا في جروب آثار وحضارة مصرية حاليا كل تحركاتنا أونلاين، كل سبت بنعمل فعاليات وأمسيات خاصة بمصر عبر العصور، تاريخ وآثار وحضارة وبطولات، ودي السنة الثانية على التوالي، يعني يشرفنا وجود 73 مؤرخين معانا، سواء من المنظمين أو حتى من الأبطال اللي هم بيقدموهم للجروب عشان يحكوا روائع اللي قام بيها المصري في فترات مختلفة من تاريخنا. أما بالنسبة للتحركات على أرض الواقع، إحنا بالنسبة لنا حاليا ما فيش. أستاذ يحيى يتفضل بالإجابة الخاصة بالجروب بالنسبة له. لا، هي تحركاتنا على ارض الواقع احنا بالنسبه لنا الحاجه اللي هي الماديه الملموسه، ان انا بتحرك للبطل اول ما بعرف ان في بطل مثلا من ابطال اكتوبر، بتاكد ان هو فعلا شارك، لان بالمناسبه برضو الموضوع ده لازم نتكلم فيه. في ناس طبعا نشوه النصر وفرحه بابطال اكتوبر، في ناس بتحب تحط يعني ايه قصص وهميه مش حقيقيه حوالين اللي هم عملوه، تمام؟ انا يعني انا كل واحد شارك في الحرب على راس من فوق وبطل وكل حاجه، بس ما فيش داعي ان يبقى مثلا حد مثلا كبير في السن، والمفروض ان انت كفايه ان انت شاركت انت بطل، تحط بطوله وهميه عشان خاطر لقطه معينه او ظهور معين بتبقى عيب يعني. ف بنحاول بقدر المستطاع يعني نتوثق او نصل يعني نوصل لبروف او بروف بمعنى صح ان البطوله دي حصلت وان البطل ده كان مشارك في الجهه الفلانيه والبطل ده هو عمل اللي الحاجه عملها دي والكلام ده بيبقى عن طريق اكتر من وسيله، ممكن بقى عن طريق الزملاء في نفس السلاح، ممكن عن طريق البطل نفسه لو واخد شهادات تكريم وهكذا. تحركاتنا واحنا عموما شايفين المدارس الشهادات والميداليات والدروع ورا في الخلفية. موجود. لا، وبعدين في حاجات تانية يعني، مع الاسف اغلب ابطال السويس بسبب التهجير، لان هم طبعا كانوا ساكنين في السويس وتهجروا وراحوا ورجعوا، فقدوا الاوراق بتاعتهم والشهادات بتاعتهم. بيبقى في برضه طرق تانية للتاكد، ولكن يعني انا بتكلم في حته ايه، ان يعني المنطقه بشكل عام يعني في السويس، يعني ابطال السويس في ناس كتير عملت حاجات كتيره جدا جدا جدا، ناس كتيره ما تعرفهاش، مش شرط يكونوا برضه شاركوا كجنود، في ناس كانوا فدائيين، في ناس كانوا صيادين، في يعني مثلا في واحده كانت ممرضه عملت بطوله، يعني ولو ان البطوله كلها حاجه كانت عباره عن 5 دقائق بس، يعني بطوله يعني هي كانت ده حكايه عابره كده. لما دخل قوات العدو الاسرائيلي السويس، هي كانت ممرضه شغاله في مستشفى السويس العام، وراجع بيتها طلع سلالم البيت خشب، طلع سلالم البيت بيجري وراها 2 عساكر اسرائيليين كانوا عايزين يستخبوا جوه البيت، اولادها جوه البيت بيفتحوا لها الباب، هي عشان تحمي اولادها قفلت الباب وكانت هتضربهم بعصايه. في اللحظه دي دخل عسكري مصري وراهم بيضرب الرشاش، فتح الرشاش هو موت الاثنين وموتها هي كمان، بس طبعا هو مش ما كانش قصد يموتها، لكن انا اقصد ان هي لغايه اخر لحظه كان عندها استعداد تدافع عن بيتها وعن اولادها، وكانت اصلا بتخدم برضه في المستشفى، كانت بتضم الجرحى، كانت بتراعي المرضى، كانت في فتره كانت صعبه. فانا اقصد ان دي بطوله ممكن ما حدش يشوفها، ولكنها انا بعتبرها عن نفسي بطوله. البطولات كتير والابطال كتير، انا برضو مش عايز عشان اتكلمت كتير فاضل لنا 5 دقايق دلوقتي، ممكن مع بطلنا انا عايز اتكلم نستثمرهم. مع البطل، انا لان على فكره انا البطل لازم متشكر قوي قوي يتكلم. قوي على اتاحه الفرصه ان انا اتكلم معاكم، وتحيه للبطل اللي قاعد جنب حضرتك، نورتنا ومتشكر دكتور قوي قوي. اسامه. ايوه يا يا فندم، سيدي ايوه لو في حد طبعا عايز متشكر يسال قوي تاني قوي. ايه؟ في تحت اي امرك، اسئله انا جاهز تانيه؟ اسال لا، عنك. اصل كنت اتكلمت مع الدكتور استاذ احمد زايد على رحلات تطلع لمثلا تبت الشجره، لعيون موسى بنطلع كده، رحلات يا يعني فندم، بنطلع رحلات ان شاء الله في اكتوبر. بمناسبة أكتوبر يعني. بس مش عارف هيبان ولا لا، هيبان إيه، أنا مش شايف صراحة. خلاص، هو مش هيبان، مش دفاع هيبان. الجو، صار الدفاع ابعتها لي الجوي على يعني. الواد حضرتك، ابعتها لي على الواد، ابعتها لي على الواد، تمام ابعتي على الواد. تمام نكسب بعد إذنك الوقت يا أستاذ يحيى مع بطلنا، نكمل الأربع دقايق الباقية معاه. شكرا شكرا حضرتك شكرا. ممكن، اتفضل يا فندم. شكرا. ممكن نكمل بقى ايه يعني، هو في جزئيه ممكن نعمل لها
بسرعه الجميل، ولما عديته من قناه السويس ساعه العبور، وبسرعه نتكلم على حسن بودابست لو نرجع. عدينا ابو فؤاد ورحنا عند حسن بودابست، بس ما عدناش بسهوله يعني، عدينا على ما عدينا، كان في حد على المكان معين كل ما نيجي نتحرك يبلغ ان في مفاعل هتتحرك او حاجه زي كده، بنتحرك بنعبر على المعديات، ان مفيش حاجه صغيره تقدر تعدينا غير المعديات. لو لكن حضرتك كان في بس شويه توضح للناس فين حصن بودابست والظروف اللي حوالين الموضوع ده. ده في طريق غزه العريش، حصن اول بودابست موجود في شمال سيناء يعتبر، وموجود يعتبر في ناحية بور فؤاد كده يعني، بعد بور فؤاد. تمام، هم كانوا موجودين في الجميل، وهم بيحاولوا يعبروا أصلا عشان يعدوا من بورسعيد لبور فؤاد، كل مرة بيحاولوا يعدوا كان بيتم عليهم طيران، ضرب، يطلع طيران يطلع عشان زي ما يكون يعرف. حد بيبلغ تحركاتهم. وبعدين اكتشفوا ان في جاسوس في مأذنة جامع موجودة في بور فؤاد، تم التعامل معاه. بلغنا عنه المخابرات جابته، ورغم ان احنا طلعنا وعدينا، بس كان برضه واحنا معديين الطيران ضرب علينا في الميه، وكان في يعني كان خسائر يعني، اه كان كان في في يعني خسائر. كان زي ما كنا حد مجنون راكب طياره عاوز يعمل اي حاجه وخلاص، ما يخليش ان الناس دي تقعد في الناحيه الثانيه. لما عبرت بقى المهم عبرنا الناحية التانية بسلامة الله، وفي مدفع مننا وقع موجة الضرب بتاع في المية، المعدية اترفعت فوق، في مدفع مائل وقع في المية بعربيته. عدينا الناحية التانية بخمس مدافع ونصبنا مكان بعد المعدية على طول، فورا أول ما عدينا ناحية على الأرض من المعدية الناحية التانية نصبنا مكاننا على طول بعد المعديات عشان بقية المواقع تعدي. كحماية يعني. واشتبكنا مع ضربنا على الطيران اللي هو كان هاي جوه وخلناه على مشي. المهم رحنا مكاننا بقى في الحته اللي هي عند بودابست دي بقى، كانت على البحر. كنا بنشوف بقى القوات اللي بتعبر وبتاع، وكنا يعني كان بودابست دي كان يعني زي ما بتقول بتصطاد اي حد بيعبر، اي حد عدى من الميه طالع عليها بيصطادوه. ماشي ماشي. ففي من ضمن كتيبة مشاة عبرت طلعت على المعدية ما استنوش الصيحة من الحماس اللي واخدهم، قالوا الصيحة وهم لسه ما طلعوش، قالوا الصيحة الله أكبر وهم لسه ما طلعوش، وكان اللي منهم هم طلعوا من على بتاع المزاغل بتاعتهم دي وقعدوا يضربوا بقى يحصدوهم زي الحصد كده. معايا القائد ده انا شايف، لان انا برضه بشوف كل حاجه وبشوف قريبه من الحاجه. قلت له يا فندم العمالين يضربوا في العساكر هيموتوهم كلهم. قال لي طب انت عايز ايه؟ قلت له مدفعيه ذخيره ارضيه ونشتبك معاهم. وفعلا راح قال لي ماشي، وده جاب ذخيره ارضيه واشتبكنا وخليناهم بطلوا ضربه على ما الناس رجعوا تاني وصلوا نفسهم القوات المصريه. هو لا بالمناسبة حصن يسعنا بودابست هو آخر الحصون اللي سلمت، ويعتبر الحصن الوحيد اللي ما وقعش أثناء الحرب، يعني هو الحصن اللي فضل ماسك نفسه لغاية الآخر. لا يسعنا في النهاية غير إن احنا نشكر بطلنا المغوار هو وكل زملائه اللي سواء على قيد الحياة أو اللي توفاهم الله، ونشكر أستاذ يحيى وأستاذ أحمد شكرا ليك، وجروب شكرا ليك. 73 على أمسية بجد وطنية سرية وهامة جدا، وبعتذر لحضراتكم لأن وقتنا انتهى وهنضطر نغلق الزوم، وتحية لحضرتك. شكرا يا فندم، انا سعيد بحضرتك والله، أنا اللي أسعد وشرف لينا بمعرفة حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا شكرا، ليك يا تصبح بطل، على خير، وشكرا ليك. شكرا شكرا شكرا. تصبح على خير، ومنها الخير يا فندم.